چھٹی کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا انفسنا، آگے سکتہ آیا ہوا ہے۔ سکتے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں تھوڑا توقف کریں گے، تھوڑا سا پڑھتے پڑھتے درمیان میں رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے۔ جیسے قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ تنوین کے بعد حروف حلقیمہ سے حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے بغیر غنہ کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما عين آگے بھی عين ہے ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، لیکن حرکات حروف مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش برابر ہوتے ہیں حروف مدہ کے، اظہار اور اخفاء کا خیال رکھتے ہوئے اچھی طرح سے مشق کرتے رہے، یہاں تک یاد کر لیجئے.